أحبائي حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة معكم مرة أخرى في درس جديد من دروس التربية التشكيلية للمستوى الأول وكتاب عالم التربية التشكيلية، ونبدأ على بركة الله صفحة 58 والدرس 18. قبل ما نبدأ التلوين وداكشي ونوريكم كيفاش، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلوكم هاد الفيديوهات، لأن بزاف ديال الناس كيقولوا لي الفيديوهات ما كيوصلولهمش حيت ما مشتركينش في القناه، لان اللي مشتركين هما اللي كيوصلوا لهم فيديوهات دغيا. كيف كيتحط الفيديو كيمشي دغيا كيوصل عند الناس اللي مشتركين، كيجيهم الاشعار بانه وصل لهم. اذا اشتركوا في القناه باش يوصلكم الفيديوهات اللي خصكم نتوما كاملين. الدرس ديالنا ديال اليوم هو الخطوط، حنا باقيين في ديك الخطوط. عطاونا واحد التصويره هنايا ديال نساء قبليات، ناس ديال الجبل لابسين داك اللباس التقليدي الجميل ديالو، حنا ما علينا الا نتبعوا عليهم ونلونوا هذا. هذا هو الدرس ديالنا، الدرس ديالنا هو هذا، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. جبرت المنديل نلونو بالحمار، جبرت البلغه نلونها بالحمار، التقاشر بالصفر. انا غنخدم هنايا شنو غنخدم؟ غنخدم الاقلام اللباد والاقلام العاديه. اذا نبدا على بركه الله، غنبدا بليبابوش بالبلغه، غنبدا بالبلغه غنلونها هنا كاينه باللون الاحمر، حتى هنا غنعمل لها اللون الاحمر باش تبان. رحمك الله يا يحيى، وعندها التقاشر بالصفر. عرفتي علاش هما مازال الناس باقا كتامن بهذه الثقافه ان الناس ديال الجبل مساكن كيعملوا هذه الشلاضه، مع العلم ان الناس اللي في الجبل زعما الله يعمرها سلعه، كيلبسوا مزيان وكيلبسوا نقيين ما شاء الله عليهم. وهما يعني لو ما كانوش هما ما كناش غنجبروا ما ناكلو في هاد البلاد هادي. عندنا لي بابوش د هاد السيده هادي في الخضر، البلغه ديالها الخضر، غنعدلوها لها بالخضر. اذا غنعدلو لها لي بابوش ديالها بالخضر، تروح القنيته هي بالخضر هنايا، والتقيشات ديالها حتى هي بالاصفر، حتى هي بالاصفر. تمام، احنا عدلنا هادو، دابا غنعدلو هاد القليلات وغنعدلو هاد السلات. القليلات بالبني، اذا غنعدلو حتى حنا البني، بحق ما غنخدمو شي اقلام لاباد، غنخدمو الاقلام الملونه، غنخدمو الاقلام الملونه. هذا التمازج بين الاقلام الملونه والاقلام اللاباد كيعطي واحد الجمال مزيون للصوره. عاوتاني كذلك، عاوتاني حتى هذه غنعملو لها نفس المنظر. بحال هكذا لاحظتوا، دابا غنشبر القلم اللباد اسود وغنعمل لها داك اليدين ديالها بالاسود. هما عاملين لها بالاسود اليدين، عاملينهم لها بالاسود. هنا عاوتاني كذلك غنعملو الاسود، وغنعملو حتى اليد هادي بالاسود، والغلاقه ديالها بالاسود بهذه الطريقه هذه. وبالتالي غنكون انا ساليت العمل ديالي. تفهمناها حنا، سالينا العمل ديالنا. قبل ما نساليو العمل ديالنا، غادي ناخذو مسطره، نسرقو شي مسطره في ما الله، تشوفوا شي مسطره هنايا نسرقوها، ارى شي مسطره السرقه الموصوفه. غناخذو المسطره دبني. هاد السيده هادي عندها المنديل بالاحمر والاسود، انا باقا كنخدم بالاسود، اذا ماشي ما فيها باس نشرط لها المنديل ديالها. غادي نخدم بهذه الطريقه هادي. هانتوما هو لاحظتوا، وغادي نعاود لها بالاحمر، بحق هاد الاحمر
ما غنعاودوش بكريوكا، غنعاودو بالملون. اجي اللون الاحمر ها هو باش نعمر الفراغات بالاحمر. هنا عدلت المنديل، ها المنديل الكبيده ديالي، ها المنديل ديالك اختي الحبيب، ها هو ها هو شفتوه. وهادي عندها اللون الاحمر كامل وفيه خطوط بالبيض. الخطوط بالبيض انا نوريكم واحد الحيله كيفاش غتعدلوها، حق حتى نسرقوني بني واحد اللعيبه، غنوريكم كيفاش تعدلوا الخطوط بيضاء الا ما عقش بيا هو. تعرفي ما سرقت انا باش تشوفني، حتى نسرق عاد تشوفني. ها يسمعونا الاباء والامهات يقولوا لهم عقلهم كنشجعوا العيال على السرقه، هي فقط طريقه للمزاح لا غير. ملي كنبغي ندير شي حاجه من المقله مال بني كنقول انا راني كنسرق لك، السرقه الموصوفه. المسح ديك اللي خرجت عليه غنسرقولو، شنو غنسرقولو، شنو غنسرقولو، شنو غنسرقولو، غنسرقولو الكوريكتور اللي هو المصحح، لو كوريكتور. واحد التلميذه ديالي بقات كضحك عليا كتقولي استاذه ضحكتيني، قلتي كوريكتور، قالت لي في التعليق معناها هي سي فغي راه كنقولو لو كوريكتور ماشي كوليكتور. الكوليكتور هو المقتني اللي كيقتني شي حاجه كيتسمى لو كوليكتور، اما هذا سميتو لو كوريكتور المصحح. هنا عندنا شي خطيوطات بويوطين، حنا اش غنعملو، غادي نهبطو الخطيوطات بويوطين. عقلوا على هاد الحيلة، هانا شتو عملت لكم الخطوط بالكوريكتور، بالكوريكتور. اين هاديك الغلاقات ديك الكوريكتور؟ كوريكتور ها هي. اذا غنردوا السرقه الى اموال الى اصحابها، وغادي نشبروا، غادي نشبروا قلم الرصاص، وغادي نعملوا الجبل بحال هيدا ياك. غنجيو من هنا غنعملوه كما بغينا ماشي بالضروره. بحال هكذا لاحظتوا، وغنجيبوا الفوقاني غنعملوه كامل بالملون الازرق الغامق، انه اصلا معدل بالملون ازرق غامق زعما بحال السما. ما تدخلوش في التصويره، ما تدخلوش في التصويره، الله يرضى عليكم. ايه وهذه غنعدلوها بالبني، اجي حتى البني، اجي غنعدلو هذه بالبني، غنلونوها كامله هيدا. ما ندخلوش في الصور في الرسومات، ما ندخلوش في هذا النساء هذا، غنعملو غير فراغ كامل بالبني. ها هو غنبقى نستمر في هذا العمل ديالي حتى نكمل شويه بشويه. الحاجه اللي شفتها هنا ملونه، ملونه تما بنفس الطريقه، لاحظوا معايا. هاد الحاشيه كتجي شويه صعيبه لان ملي كنجي نلونها كنضطر انني ندخل في الجسم ديال المراه اللي قدامي. شويه بشويه حتى كيتكمل العمل كامل، الفيديو غيبقى طويل الا بقينا هيدا. المهم نتوما غتكملوا هذا العمل هذا، انا غنوريكم غير كيفاش ونهرف حالي باش ما تشكموش بيا. كنتمنى نسمع في التعليقات.
التعليقات ديالكم انكم تعلمتوا ترسموا، يعني اللي تعلم يرسم يقول لي في التعليق، واللي باقي عنده شي صعوبه يقول لي شمن صعوبه عنده يقول لي في التعليق، يكتب لي تعليق ويقول لي شمن صعوبه باش انا عاوتاني نعمل له شي درس خاص نوريه كيفاش يتغلب على ديك الصعوبه ديالو. كاين اللي عنده صعوبه في التلوين، كاين بزاف ديال الناس. انا عدلت انا هادشي كامل، غنجي القفه ديالي ديال المراه غنعدلها صفراء كما هما عطاوها لي، ها هي صفراء غنعدلها صفراء بالاقلام اللابد، ها هي. وهنا كاينه واحد اليد حتى هي، ها هي. وغنشبر البرتقالي والاخضر وغنعدل بهم الجعديوات ديالي. الجعديوات ديالي غنشبر اللون الاخضر غامق، وغادي نعدل ديك الزنيطات غنقطهم هيدا ديال الجعدات. لاحظتوا سهله ماهله، ماشي شي حاجه صعيبه. السيده عاوتاني هذه عندها اللباس، وهذه عندها اللباس وردي، هذه عندها الشاشيه فيها الكحال، وديك اللي عند ديك اللون الترابي كتشوفوا كما كتشوفوا هنايا كتكملوا الصوره. هانتوما بديتوا كتشوفوا الصوره ديالنا علين تتكمل، غنخليكم نتوما تكملوها لان الوقت ما كيسمحش، وغادي نتوما تكملوها. يعني سهله، غتشبروا ديك اللون ديال اللحم او البني فاتح، غتشبروا البني مثلا تعدلوا لها في وجهها نحط الملون، نشوف شي ملون اخر، شي ديكور اخر، شي بني اخر، او اللون ديال الترابي، او هاد اللون هذا كريمي، ها هو، او هاد اللون هذا كريمي. وغادي نلون لها الوجه ديالها، ها هي هذه عاوتاني غنلون لها الوجه ديالها واليدين ديالها، هذه غنلون لها اليدين ديالها. والملابس ماشي ضروري تلونوهم بحال ديك الصوره، لونوهم كما بغيتوا. هذه والمنديل ديالها حتى هي احمر، وصافي وكملوا الصوره ديالكم على اقل من مهلكم بشويش عليكم. لاحظوا الصوره وكملوا عليها، انا غنوريتكم غير خطوات بديت لكم التلوين وانتم غتكملوا عليه. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. انا قلت لكم اللي ما كيستافدش او اللي كيجيه الرسم صعيب يكتب لي في التعليق شنو الحاجه اللي كتجيه صعيبه في هذا الشيء، هذا نعاود له الحلقه اولا نوريه الطريقه كيفاش يتغلب عليها. اذا كنتمنى نكون استفدتكم ولو بالقليل القليل. دمتم في رعايه الله احبائي حبيبتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.